السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكويت. فتحت السفارة العراقية في الكويت اليوم سجلا للتعزية في شهداء تفجير الكراد الإرهابي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي. المشاركون في التعزية التي تستمر يومين أكدوا الوقوف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب، مشددين في الوقت ذاته على أن خطر تنظيم داعش لا يقتصر على العراق فحسب، وإنما يشمل العالم بأسره، مما يستدعي وقوف العالم كله صفا واحدا في وجه الإرهاب. فتحت السفارة العراقية في الكويت سجل التعزية اليوم بضحايا تفجير الكراد الإرهابي والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى. وحضرت التعزية العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي العالمي وعدد من الشخصيات الكويتية الاجتماعية والسياسية. وشكر السفير العراقي الجهود الكويتية الداعمة للعراق، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التعاون الدولي لاختلاع الإرهاب من العراق والعالم. أحسسنا من دعم عالمي ودولي ومحلي وأقليمي يعطينا الشعور بأن العراق ليس لوحده، وأن الدعم للعراق هو دعم للمجتمع الدولي كله بأكمله. وفي مناسبتنا وفتحنا للسجل التعازي وتقبل العزاء في دولة الكويت، شعرنا أيضا بوقوف المجتمع الكويتي بجانبنا. وكان عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الكويتية أتت إلى تقديم العزاء، ومشيرين في الوقت نفسه إلى وقوفهم إلى جانب أشقائهم العراقيين. هذه الفاجعة وإن ألمت بجمهورية العراق وبالشعب العراقي، لكنها في الحقيقة ألمت بالإنسانية، لأن هذه العصابة الطاغية الممثلة بما يسمى بداعش هي ليست عدوة فقط للشيعة أو للسنة أو للمسيحيين، بل هي للإنسانية. هذه الدماء الزكية التي سالت على أرض الكرادة يجب أن توحدنا كمجتمعات، توحد البداية الشعب العراقي، توحد المنطقة، توحدنا جميعا. لا عزاء للأبطال، الشعب العراقي هو الآن صاير في الواجهة للتصدي لهذا الإرهاب، والإرهاب الذي يضرب بعروقه في كل العالم. لا نملك إلا أن نقدم التعازي وأن نشجب أيضا هذه الأعمال الإرهابية التي لا صلة بها بالشرع المقدس بينها وبين الدين الحنيف. سجل العزاء والذي يعتبر بروتوكولا في السلك الدبلوماسي حضره عدد من ممثلي السفارات في العالم، إضافة إلى بعض منظمات العمل الإنساني الدولي الذين كشفوا وجود العديد من المشاكل الإنسانية التي تعتري العراق نتيجة تفشي الإرهاب هناك. نحن في المنظمة الدولية للهجرة من المنظمات الناشطة في الداخل العراقي، لدينا مشاريع وعاملين في كافة المناطق العراقية. نعمل الآن مع النازحين من بسبب المعارك الدائرة في الفلوجة، وأيضا النازحين في أربيل والمناطق الشمالية والوسطى. طبعا الوضع هنالك مأساوي. في الفترة الأخيرة نجحنا رغم الصعوبات الأمنية المعروفة في مساعدة أكثر من 1.5 مليون شخص في مجال الغذاء، في مجال المياه، في مجال دعم المستشفيات والمراكز الطبية. سفارة أذربيجان في دولة الكويت نحن ندين هذه العملية الإرهابية التي راحت ضحيتها أناس أبرياء. وكانت الكرادة في العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في 3 من الشهر الجاري تفجيرا إرهابيا قام به تنظيم داعش وخلف وراءه أكثر من 500 شهيد ومصاب. الحضور الدبلوماسي والشعبي لتقديم التعازي في شهداء تفجير الكراد الإرهابي والذي راح ضحيته المئات من أبناء الشعب العراقي لهو دليل على حجم وفظاعة الكارثة التي حلت بالإنسانية هناك، وسط تأكيدات دولية على ضرورة محاربة واقتلاع تنظيم داعش. حمد النبهان، تلفزيون الكويت.